الكشف عن أبطال فيلم هيبتا الجزء الثاني. بعد 4 سنوات من التحضيرات، كشف المخرج هادي البابوري أخيراً عن أبطال الجزء الثاني من الفيلم المصري الشهير هيبتا، الذي عرض جزءه الأول في السينما عام 2016 وحقق نجاحاً باهراً. الجزء الجديد من المقرر أن يطرح قريباً في دور السينما، من بطولة النجوم منة شلبي وكريم فهمي وأسماء جلال وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف وميان السيد وغيرهم. الفيلم مأخوذ عن رواية هيبتا للمؤلف محمد صادق، التي تصدرت قوائم مبيعات الكتب في مصر لعدة أسابيع منذ إطلاقها عام 2014، وصدر منها أكثر من 36 طبعة. وقال المؤلف إن الجزء الثاني من الفيلم ويحمل اسم المناظرة الأخيرة سيكون مفاجأة للجمهور، وأن القصة ستكون منفصلة ومختلفة عن قصة الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول اختصاصي علم نفس يقرر أن يقدم محاضرة بعنوان كيف يحدث الحب عبر 7 مراحل. فهبت تعني 7 باللاتينية، وخلال محاضرته يشرح مراحل الحب عبر 4 قصص مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات. فهل تتوقع أن يحقق الجزء الثاني بنجومه الجدد نجاحاً كسابقه؟